بتكلم على البازل، لو انا قلت مثلا she writes a letter، عايزة احولها للبازل، هقول ايه؟ A letter yes. is written. اه يبقى اشيل اول حاجة she واحط مكانها a letter، واقول a letter Is written. is written ايه by me او by here، لان ده شيء بحول شيء here، يبقى اقول a letter is written by here. اوكي طيب خلي بالي بقى example تاني، ده لو انا في present simple. طيب لو انا بقى في past simple، لو انا في past simple بص على example ده، we made a cake. الجملة هنا في ال past simple عايزة أحولها ل passive، هعمل إيه؟ ها أول حاجة أعمل إيه؟ We made a cake. A cake تمام. Is made. هنا أنا كنت في ال present بقول is، طب أنا دلوقتي في ال past هقول إيه أو إيه؟ Has أو have. لأ مش has بقى. ال past is was أو were. يبقى في ال past هختار was أو were. طيب كيك تاخد was ولا where؟ ها كيك تاخد was ولا was، يبقى اقول a cake was made زي ما هي عشان البيبي والتصريف زي بعض، واكمل واقول by us، a cake was made by us. طيب لو انا قلت مثلا she عملت ايه؟ she swept the floor، هي نظفت او كنست الارض، وعايزه احولها لباسيف، هقول ايه يا تقي؟ The floor yes. من الفلور ده في الباست، يبقى اختار ايه؟ was ولا where؟ The floor was سويبت، احطها زي ما هي عشان هي الباست سيمبل والباست بيرفكت بتاعها زي بعض، الباست سيمبل والباست والباست بارتيسيبل زي بعض، واكمل واقول باي مين هير، شي هحولها لهير. لو كانت كل باخد بالي ان كل بروناون بحوله للاوبجكت بروناون او الضمير المفعول بتاعه. طيب اكزامبل كمان، لو قال لي هي didn't send the letter، وعايزه احولها للباسيف، اعملها ازاي؟ ها عايز احول الباسيف، اول حاجه اعمل ايه فيه؟ اشيل هي، هشيل هي، ابدا بايه؟ هتبقى the letter yes had sent. لا مش هحط بقى هاد، انا هنا didn't ده في الباست، انا قلت في الباست هختار يا اما was يا اما وير. طب later تاخد was ولا وير؟ was تمام. طيب الجمله هنا نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف، يبقى اقول was ولا wasn't؟ wasn't برافو، يبقى اقول the letter wasn't، واجيب البيبي من send اسمها ايه؟ sent sent بالتي، يبقى اقول the letter wasn't sent، واكمل اقول ايه؟ by him. ماشي يا حبيبي؟ سهلة؟ يبقى انا بس أيوة. المختلف ان انا بغير verb to be حسب زمن الجملة، لو في present بجيب am او اذا ار، ولو في past simple بجيب was او where. clear؟ أول. طيب لو انا بقى عندي مش عندي بقى past simple، لو انا عندي past عندي اول حاجه present continuous. present continuous اللي هو ايه؟ اما واذا وار فيرب اي ان جي تمام. لو انا عندي الفيرب في present continuous او الجمله في present continuous ازاي؟ اقول مثلا she is، هي بتعمل ايه؟ she is sending a letter، هي بتبعت letter. الجملة هنا فين؟ في present continuous، عايزة أحولها بقى للباسيف،
هقول ايه؟ ها هقول ايه يا زياد؟ a letter a letter تمام is sended هقول ايه صح ماشي طيب انا قلت لك احنا زمن ايه؟ continuous present continuous يبقى بعد كلمة is هحط being being وبعدين اجيب sent زي ما هي في البي بي يبقى اقول the letter is being sent by here طيب انا ليه حطيت being ديت؟ ليه حطيتها؟ عشان تعرفني ان الزمن او الاكشن ده لسه مستمر ان الاكشن مستمر لسه ما خلصش فاقول the letter او a letter is being sent لسه بيتم ارساله ماشي يا حبيبي؟ ماشي طيب هيدي اكزامبل تاني واقول we are cooking vegetables هقولها ازاي؟ اقول ايه تقي؟ vegetables هبدا بالvegetables هحط vegetables في الاول واقول are being cooked برافو are being cooked by mean by we لا by us by they by us مش by we هجيب ال object pronoun من we اسمها us هقول the vegetables are being cooked by us يعني احنا الحاجات دي اتطبخت بواسطتنا او من خلالنا تمام كده حبيبي طب لو انا بقى عندي past continuous يعني مثلا قلت لك ايه she was washing the dishes كانت بتغسل الاطباق وعايزه احولها لباسيف اقول ايه تقي The dishes was being washed. Again, how the dishes was being washed. The dishes that singular or plural? And the was or where? Dishes where? Being washed by hair. مش حبيبي؟ طيب. ماشي. عندي بعد كده لو الجملة كمان برضو في البريزنت في الباست كونتينيوس قلت لك they were cleaning the house وعايز احولها لباسيف هقول ايه؟ ها هقول ايه تقي؟ they were cleaning the house the house were being cleaned again the house ماله the house were being where ولا was cleaned that was being cleaned being cleaned وكمل اقول by mean by them او بوستد by them مش حبيبي؟ ماشي خلي بالك من الاكزامبل ده بقى لو انا قلت لك she has broken the glass هي كسرت الكوباية وعايزة احولها لباسيف عاملاها ازاي ديت؟ The glass has been broke. Very good. يبقى أنا أقول the glass. أحط has وبعد هذا أحط been. Has been broken by mean. By her. By her. Very good. Thank you so much. أنا في present perfect بجيب has أو have plus been plus verb plus BB أو التصريف التالت. طيب لو قلت مثلا I have عملت ايه؟ I have killed the rat
وعايزة احولها لباسيف. اقول ايه؟ The rat. The rat have been killed. Have ولا has? Has. Has been, تمام. Has been killed. أكمل بقول by. By me. By them. لا by me. أنا بدأ أقولها بأي. بقول by me. طيب بالنسبة بقى للإيه للفيوتشر. الفيوتشر هي will والمصدر. أنا قلت she will make a party وعايزة أحولها لباسيف. أعمل إيه؟ She will make a party. آه هشيل أول حاجة شي وهقول a party will a party will be made. A party will be made by her. Okay. هجيب هنا في الفيوتشر هجيب will be plus ال be be. Will be made. اكزامبل كمان لو قال لك she بلاش she خلاها he مش he من زمان he can fix the car. عايز احولها لباسيف هقولها ازاي؟ Fix the car. The car. The car can be fixed. Bravo. Can be fixed. The car can be fixed. أنا بعد will أو can بجيب be وبعد كده بجيب be تصريف التالت للverb. ماشي يا حبيبي؟ طيب بيقول لي بعد كده بقى الكلام ده كله سهل وبسيط واحنا خدناه قبل كده. إيه بقى الجديد النهارده؟ الجديد النهارده بيقول ان انا ممكن استخدم حاجه تانية نوع تاني من الباسيف اسمه الكوزاتيف هاف. اسمه ايه؟ كوزاتيف هاف. اسمه ايه يا تقي؟ كوزاتيف هاف. طب يعني ايه الكوزاتيف هاف ده؟ بيقولي انا مثلا في بعض مثلا الجوبز او الوظائف انا عارف مين اللي بيعملها من غير ما اقول مين اللي عملها. يعني مثلا لو انا رحت عشان اصلح عربيتي هصلح عربيتي عند مين؟ ميكانيكي. لو انا مثلا رحت اقص شعري او احلق شعري هحلقه عند مين؟ حلاق. رحت اكشف هكشف عند مين؟ ها؟ نعم. لو رحت اكشف انا تعبانه ورحت اكشف هكشف عند مين؟ أشف. عند الطبيب. فانا بقول انا بدل ما انا عارفه يعني عارفه ان مين اللي بيعمل الوظيفه دي او الشغلانه دي او اللي بيقدم لي الخدمه انا بستخدم حاجه اسمها positive have. طب ادي اكزامبل عشان افهم اكتر. هقول في اكزامبل I have my hair cut. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايزه اقول ان انا حد قصلي شعري مش انا اللي قصيت شعري لنفسي. وده الكلام ده حصل في البريزنت او الوقت الحاضر. I have my hair cut يبقى حد قصلي شعري. طيب اقول في اكزامبل she has her car fixed. يعني في حد عمل لها ايه؟ صلح لها العربية. اوكي؟ she has her car fixed يعني في حد صلح لها العربية. طيب ممكن برضه الاقي اكزامبل تاني I will have مستر دي كل يا مستر دي يعني كلها ده باسيف بس نوع تاني من الباسيف اسمه positive have بستخدمه لما اكون انا عارفه من سياق الجمله مين اللي بيعمل الشغلانه دي. مش لازم انا ايه انا بوضح يعني مش بقول مثلا انا عارفه مين اللي بيقص الشعر مين اللي بيصلح العربيه. I will have my clean my flat مثلا cleaned. I will have my flat cleaned يعني في حد هيجي يعمل ايه ينظف لي الشقه. clear. انا ممكن الاقيها في البريزنت اللي هي have او has. ممكن الاقيها في الباست اللي هي had او ممكن الاقيها في الفيوتشر مع will have. طيب بعد have او has او will have بلاقي ايه؟ بلاقي الحاجه اللي انا غيرتها او هتتغير ان شعري مثلا هيتقص ان عربيتي هتتصلح. وبعدين بجيب البي بي من الفيرب الرئيسي اللي عندي او التصريف الثالث للفعل الرئيسي اللي عندي. طيب can you give me a sentence يا تقي؟ ممكن تديني جمله؟ he ها
يلا حبيبي. He had. He had. has. ولا he had. Has. ماشي تمام he has. ها. He has. ها. He has. تمام. ممكن أقول he has his house painted. يعني في حد جه دهن له البيت بتاعه اللي هو مثلا النقاش. He has his house painted. أو he has his house built. في حد جه بنى البيت له. مش هو اللي عمل الخدمة ديت، لا ده في حد عمل له الخدمة أو قدم له الخدمة دي. ماشي دقيق؟ Look at your book. نبدأ كده حل questions. Let's start number one. بيقول لنا squash. يلا تقي. Squash is a popular sport that. خلي بالي الجملة أنا أكتب ولا بسيب؟ بسيب. That is played. الجملة دي أكتب ولا بسيب يا حبيبي؟ أكتب. طيب لو هي أكتب، هي اللعبة دي بتلعب نفسها ولا بقول لك إن هي بيتم لعبها؟ بتلعب نفسها. يعني السبجكت عندي هنا سبجكت اللي هو كلمة سكواش، ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. غير عاقل، يبقى لما يجي لي السبجكت غير عاقل يبقى الجملة ديت غالبا ان هي باسيف. يبقى اقول سكواش is a popular sport that is played indoors. بيتم لعبها indoors يعني جوه داخل المنزل. نمبر 2. ها He in Dallas. Dallas in 1963. In 1963. Time the present ولا past? Past. Past تمام. أنا عايز أدور على حاجة past. Was killed. تمام. هنا الجملة برضو بس هقول he was killed. في حد قتله. Thank you so much. Number three. Many animals. Huh. Many animals are for scientist exam. ذا باست. عندي برضو كلمة باستا واحنا في الباست. وير يوز. وير يوز فيري جود. يبقى اقول الأكلة دي وير يوز تم استخدامها. نمبر 4 سبانيش. باي ا لوت اوف بيبل ان ذا يو اس اي. يبقى اقول سبانيش مالها؟ اقول ايه تقي؟ اس سبوكن. اس سبوكن يعني بيتم التحدث بها. Is spoken. Thank you so much, Habib. Number five. بيقول لي هنا في number five. Honda is a company that made. Honda is a company that made ولا makes cars. هنا الجملة هنا في ال present ولا past يا حبيبي؟ ها الجملة في ال present ولا past يا تقريب؟ Makes. Present ولا في ال past؟ بيقول لي هوندا is. Present. البريزنت. يبقى ما دام الجملة في البريزنت يبقى انا اكملها بريزنت. يبقى ذات ايه؟ ذات از. لا مش ذات از. ذات ميكس. ذات ميكس كورز. يعني هي بتقوم بتصنيع العربيات. نيكس. I went to the yes hairdressers. Hairdressers اللي هو الكوافير، اللي هو الحلاق او اللي بيحلق الشعر او مصفف الشعر حسب ما بيسموه عندكم. Hairdresser اللي هو ايه؟ مصفف الشعر. طيب انا رايحه الهيردريسرز عشان اعمل ايه؟ عشان اقص شعر. To have cut my hair. لا مش هقول to have cut، هقول to have my hair cut. يبقى to have my hair cut. مش هقول to have cut. To have ما ينفعش اقول to had، اقول to have my hair cut عشان اقص شعري. خلي بالي هنا ان بجيب الاول verb have
وبعدين الاوبجكت الحاجه اللي انا هعملها، هكون مثلا هقص شعري، هصلح عربيتي، هنضف الشقه، هطبخ الاكل. يبقى هقول to have my hair cut. Number seven, my dad. My dad's car broke down, so he had to it repaired. To ايه بقى؟ make. لا احنا سايلين to ايه it repaired. بس اهو positive have to have it, to have it repaired. ان هو في حد هيصلحها له، مش هو اللي هيصلحها لنفسه. يبقى لما اقول I have my car repaired، يبقى في حد او شخص هيصلحها لي، وغالبا بيكون الميكانيك. Number eight, the mechanic. Prehistoric man last year. هقول ايه بقى؟ last year هنا present ولا past؟ was found. Past. يبقى اقول was found. Very good. تمام. Thank you so much. Next, number nine. Since last year, a lot of new roads were built. طيب خلي بالي عندي since last year، بدل ما عندي since يبقى ده present perfect يتقي. Have been. يبقى اقول have been built حبيبي اللي هي number eight. Next. Number 10. The government says that next year taxes. خلي بالي بقى. Government says that the next year. Next year the present or the future? Future. Future. يبقى اقول ايه بقى بتاع التاكسز؟ Will be reduced. برافو. Will be reduced يعني هيتم تخفيضها، ينقصوها يعني. Will be وبعد كده التصريف الثالث من الفيرب اللي عندي او الفيرب الرئيسي. ده كده خلاص الجزء ده. نكمل بقى من اول نمبر 11. Farmers in Egypt cotton. بيعملوا في cotton. Are grown. لا الفارمرز على طول هقول عليهم grow cotton. grow cotton يعني بيزرعوا القطن، بس انا ما كانها ايه بريزنت، جمله في البريزنت عادي، فاقول grow cotton يعني بيزرعوا الارض. Next. I bought a car that in German that was made. Okay. That was made. I bought a car that was made in Germany. Very good. That was made. Next. No plants. No plants here for a long time. Yes, no plants. مالها؟ Well grown here for a long time. طيب حاجة غير well grown، ممكن نقول حاجة تانية؟ خلي بالي أنا عندي كلمة فور أهو حبيبي. يبقى أقول إيه يا تقي؟ فور have been grown. يبقى أقول إيه؟ Has been grown. Have been gone أو grown. Have been grown يعني تم زراعته خلاص. إيه؟ For a long time، من فترة طويلة. Next number 14. Number 14. Yes. The gold ring. Her gold ring. Yes. His gold ring a week ago. عايز اقول ان الخاتم ده ضاع او اختفى او ايه؟ was lost. Very good. يبقى the gold ring was lost a week ago. Number 15. In the past few years. Basta. In the next, I'm sorry. In the next few years. The future. ايه اللي حصل او ايه اللي هيحصل؟ the painter will do it for us. البنتر هو الدهان هيعمله لنا، هيعمله عشان خاطرنا. يبقى اقول ايه بقى؟ will be painting our flat again in the next few year days. We the painter will do it for us. يبقى اقول ايه؟
We will paint our flat. تاني بروحها كده يا تقويم. فبيقول لك احنا كمان يعني في الايام القادمه ان شاء الله البنتر هيدي لنا الشقه. ماشي؟ اقولها زي بالانجلش. اقولها we'll have our flat painted. We have or will have our flat painted. يعني في حد هيجي يدي لنا الشقه. واضح حبايبي؟ ماشي يا تقي؟ ماشي. يبقى انا الصح هقول in the next few days we will have our flat printed. يعني في حد هيجي يدي لنا الشقه بتاعتنا او يظبطها. طيب number 16 الايمان. ام سوري يا تقي. ماشي تقي الاسماء دخلنا على بعضها النهارده. number 16 my father doesn't know how to mend his car. Yes, he at the mechanic. يبقى اقول ايه؟ He has mended it. تمام. He has mended it ولا he has it mended؟ He has it mended. اه he has هو ان المفروض كانه بيقول he has the car mended. يعني هو ايه؟ عربيته حد صلحها له. طيب number 17 the World Trade Center on 11 September. The World Trade Center. Huh. 2001. هقول عليه ايه بقى؟ Have been destroyed. Have been ولا was destroyed؟ Was destroyed. ها هقول ايه؟ Was destroyed. اه احنا في البسط اهو يبقى اقول the World Trade Center was destroyed. تم تدمير. نبص بقى كده على نمبر 18. نفتح ده. نبدا في نمبر 18. كده تقيل. يقول هنا the 2002 football world cup by Brazil. اختار ايه؟ The 2002 Football World Cup have been won. Have been won. طب ما ينفعش اقول was won؟ لا. لا ليه؟ طب ايه رايك was won هي اللي صح؟ يبقى لان هنا كلمه Football World Cup ده singular ده مفرد. فالمفروض يجي بعد ايه؟ في المفرد. يبقى يجي مثلا has بين وكده ايه البي بي مثلا. تمام. انما هنا مش جايب اي حاجه ان كانت مثلا تعبانه او اي حاجه او ام سوري يعني ما كانش مش جايب مين مثلا او الزمن بتاع الجزء ده ان هو كسب الحاجات دي امتى او ان الفوتبول كاس العالم لكره القدم كسب او اتلعب او اتاخد في البرازيل. يبقى اقول was won by Brazil. Number 19. يلا تقي. A big effort. A big effort recently to keep the town clean. تمام. The town. ماشي هنا بيقول لي recently. Recently يعني احنا في present perfect. يبقى اختار ايه؟ A big effort was made. لا ثانية. انت قلت ايه؟ Recently. طيب هنا a big effort making. هقول ايه؟ Has been making. Has been making. لا has been made. لان احنا بس بجيب has وبعد كده been وبعد كده بجيب البي بي او التصريف التالي ما بجيبش فيرب اي ان جي. بقول a big effort has been made recently. Number 20. Next year, some new schools. Yes, in our area. Next year, يعني احنا في future. العيال بيحصل لها ايه؟ Will be built. تمام, very good. We will be built next year in the area. طيب, next, عندي بعد كده ايه؟ They had a party last week, but we. Yes. قولي ايه؟
She had a party. عندها حفلة الأسبوع اللي فات. But we إيه؟ Haven't invited. We إيه يا صديقي مش سامعاك؟ Haven't invited. Haven't invited يعني إحنا ما دعناش نفسنا. المفروض أقول إيه؟ Last week ده بسطة. يبقى أقول we're not invited. We're not invited. ما لمتش دعوتنا. خلاص؟ Next عندي بعد كده number 22. Their next. House 2 days ago. Their house was robbed. تمام هنا أقول their house were robbed. House ده مفرد يبقى أقول was robbed مش هقول بقى where. Was robbed 2 days ago. اتسرق من حوالي يومين. Next. Someone has cleaned our flat. تمام في حد هو اللي نظف لنا الشقه بقول وي ايه وي هاف وي هاف وي هاف وي هاف كلين في حد نظف لنا الشقه دي نبص بقى كده على الروايه نمبر 1 اي توك ماي كار اي توك ماي كار تو جاراج ات The mechanic repaired it. اه يبقى اقول بقى عايز استخدم كلمة هاد. خلي بالي هنا بص يا صقوي عشان تبقى فاهم. أنا عندي بقول أنا خدت العربية بتاعتي الجراج والميكانيك هو اللي صلحها لي. أنا عملت حاجة لنفسي؟ لا. لا ما عملتش يبقى أقول I had my car تمام repaired. I had my car repaired يعني في حد صلح لي العربية وغالبا اللي بيصلح العربية مين؟ الميكانيك. يبقى أقول I had My car repaired. Number two. The police arrested two criminals yesterday. تمام. Police arrested two criminals yesterday. طب عايزني بقى احولها بس في عادي. Two criminals were arrested yesterday. Bravo. Very good. Two criminals were arrested by the police yesterday. Number three. Yeah. People in Germany. Make BMW cars. BMW cars were made in Germany. Were made in Germany. BMW cars were made in Germany by people. Number four. I took my family to a shop and. The photographer devolved it. Hey, I took my film to a shop and the developer developed it. يبقى في حد عمل لي الخدمة، في حد عمل لي مثلا الصور أو ظبط الصور. يبقى يقول إيه؟ I took my film to a shop. أقول I had تمام؟ I had took إيه بقى؟ my film to a shop. I had have my ايه my film ماشي I had my film ماله بقى developed يعني تم تطويره ماشي يا حبيبي ماشي طيب نمبر كام نمبر 5 نمبر 5 the government has built Thousands of schools recently. Thousands of schools are built recently. طيب بدل ما recently يبقى أقول have thousands of schools have built recently. يعني هيتم دعوتها أو هيتم I'm sorry هيتم بناها recently يعني مؤخرا. Number six. He didn't clean the room. Number six, he didn't clean his room. Oh, what if number six? Wasn't he clean his room? يبقى أقول the room wasn't cleaned. يعني الجملة هنا في الباسيف وفي نفس الوقت منفية. يبقى أقول the room wasn't clean يعني الأوضة ما تمش تنظيفها. The room wasn't cleaned. Number B. يقول لي someone will clean the flat for us في حد هينظف لنا الشقة
يبقى اقول ايه؟ we someone will clean the flat for us. We clean the we have ولا we had. We have. قول لي هنا someone will clean لسه ده اول ساعه ينظف. يبقى اقول we will have. we will have ايه؟ we will have some. we will have someone. لا we will have the flat flat cleaned with someone. we will have the flat clean. معنى كده ان في حد هيجي ينظف ايه الشقه بتاعتي. بقول we will have our flat cleaned. طيب اللي بعدها number 8 architect design buildings. بيقول هنا architects design building. الarchitects هم المهندسين المعماريين طبعا هم اللي بيصمموا البيلدينجز او بيصمموا المباني. طيب اعملها ازاي ديت؟ ها architects design building. عايز نستخدم building. انا عامل بس بعادي بقول buildings ايه؟ buildings yes are designed برافو by architects. very good. number 9 our mother. مش لغايه كام؟ نايم احنا لغايه كام؟ انا اخد حد بس تاني وناخد الباقي هوم ورك يا حبيبي. ماشي طيب يبقى اقول هنا architects هقول buildings are designed. buildings are designed by architects. number 9 our mother will make us some nice cake. some nice cake. ها our mother will make us some nice cake. some nice cake will be made by our mother. will be made for us by our mother. thank you very much. اخر حاجه دي كانت ايه؟ number 10 اللي هي the government built a swimming pool in our town last year. يبقى عايز استخدم ابدا ب a swimming pool. a swimming pool. ها a swimming pool. yes. was built by the government. Was built by our the swimming pool in our town. ماشي was built by the government last year. هناخد اول نمبر 11 لحد 20 في الهوم ورك وهنبدا دلوقتي في الفوكابلري او بقيه الفوكابلري. عندي من اول نمبر 19 معايا كده. أول حاجة بتكلم عن camping for survival. عندي كلمة camping اللي هو إيه؟ إن عسكر أو في مكان. survival اللي هو البقاء على الحياة إن الناس أفضل عايش. tribes اللي هم القبائل. rounded معناها built أو established. I'm sorry founded معلش أنا شفتها غلط معلش ثانية واحدة. كلمة found هنا الفيرب ده أصلا في يعني في المفروض أصل الفيرب found المضى منه بحط له كمان إي دي يبقى اسمها founded. founded يعني تم إنشاؤه. طيب عندي nomadic the threats authorities settlers tribal peoples forced settlement. أنا بعد كده self sufficient sense of identity thanks to court case destroyed. دستوري هنا معناها دامج يعني يتحطم. كمل كمل يمين كمل يا تقي. space exploration يعني استكشاف الفضاء ان بخرج عشان استكشف الفضاء. murder thriller good looks close friend. good looks وبعد كده close friends اللي هم best friends اصدقاء مقربين. Fingerprints. Yes. Fingerprints معناها إيه؟ Fingerprints معناها اللي هي يعني بصمات الأصابع. تمام؟ كلمة thriller معناها شخص مبتهج أو فرحان. كلمة murder اللي هو يقتل حد أو جريمة القتل. A murder عملية القتل أو يقتل. murderer لو حطيت لها كمان ER معناها murder يعني الشخص القاتل. طيب عندي سوسايد اللي هو ينتحر. كونستابل ده عبارة عن ايه؟ رتبة في الشرطة. برايت كيرتنز اللي هي ستاير لمعة. ميلينيوم اللي هي الألفية بسميها الألفية.
عندي بعد كده كلمة دوم. دوم دي معناها دوم يعني القبة، تمام؟ القبة بقول على القبة اسمها جاي نكمل. يبقى الدوم اللي هي ايه؟ القبة اللي هي عاملة زي واخدة كيرف كده، او واخدة منحنى او شكل معين زي قبة الايه؟ الصخرة. unwilling يعني مش راضي عن حاجة او مش عايز يعملها. pale face يعني وجه شاحب. certain يعني متأكد sure. واخر حاجة go down يعني يذهب يقل او ايه يعني كميته تقل او تنخفض، تمام؟ اسمها go down. مش يا حبيبي؟ ماشي ماشي تقيل. طيب هقف لحد هنا وهبدأ ديكتيشن. احنا كنا خدنا اخر حاجة ايه في الديكتيشن؟ مش فاكر. لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة واعمل سبسكرايب ودوس لايك وشارك الفيديو مع كل اصحابك عشان الجميع يستفيد. وشكرا لاستماعكم وحسن فهمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.